تمتلك مصر أكثر من 100 لاعب في رياضة كرة القدم محترفين بالخارج، بعضهم يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية، لكنهم يفضلون اللعب للمنتخبات المصرية في الفئات العمرية المختلفة. دعونا اليوم نعرفكم على أحد المواهب المصرية في الملاعب الأمريكية. إبراهيم روستون صاحب 15 عاماً والمقيم مع أسرته بولاية فيرجينيا التي تبعد عن العاصمة الأمريكية واشنطن نحو 60 كيلومتراً، يمارس رياضة كرة القدم منذ نحو 7 سنوات، وهو قائد فريق فيرجينيا ريفوليوشن. كنت بلعب باسكت بول فترة، وبعد كده رحت وعمت مع فريق كبير نادي سنو سويمينج. بعد كده مرة سنين من السنين نزلت مصر. أنا بروح نادي السيد، ولما نزلت عندهم ملعب صغير، انا تقريبا كنت عندي 5 سنين، فروحت الملعب بتاع الصغيرين وقلت اجربها. يعني بدأت الكورة ورجعت، ووالدتي كانت بتوديني الاول، كنت بلعب يعني on a low scale، وإيفنشلي بقى رحت والمدرب جه واتكلم مع والدتي وقال لها ان انا يعني كنت لعيب كويس، ودخلوني مع الفريق الترافل. ينقسم يومه بين متابعة دروسه في مدرسته الثانوية والتدريب مع ناديه، بالإضافة إلى متابعة مباريات كرة القدم في الدوريات العالمية. بصحى على الساعة 7 الصبح، طبعا يعني أجهز نفسي، أكل، بعد كده أنزل المدرسة. هي دايما بقى بعد المدرسة ببقى عندي تمرين ثلاث مرات مع الفريق، وببقى بروح الجيم، بحاول يعني أروح الجيم كمان، يعني جيم مرتين او ثلاثة depending، ممكن سواء على الويك اند اروح مرة وطبعا اريح يوم، وبعد كده يعني اليومين بقى في الاسبوع اللي انا ما عنديش تمرين بروح. طبعا حلمي اللي انا بس البلدي، يعني ده جول، يعني اكبر جول معايا يعني for me، طبعا that's the biggest goal. انا as far as I know انا لسه ما فيش تواصلات مع المنتخب، بس ان شاء الله انا يعني اللي في دماغي دلوقتي اللي انا يعني اكمل اللي انا اتمرن، طبعا اكمل تمريني، وان شاء الله الـ opportunities دي هتيجي ان شاء الله. طموح غير محدود لشاب يمتلك المهارة والإصرار للوصول لمبتغاه بصنع وتسجيل الأهداف، يقوده شغفه وإيمان أسرته به للوصول إلى حلمه باللعب لأحد الأندية الأوروبية والانضمام للمنتخب الوطني المصري. كريم يسري، إكسترا نيوز، واشنطن.